يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يسلم المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد السلام يدعو بجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فهل الأولى بعد السلام أن يتوجه إلى القبلة أم لا بأس بهذا الفعل؟ ما دام يدعو للرسول أو للميت يستقبل قبره، أما إذا دعا لنفسه فإنه ينصرف ويستقبل القبلة. نعم.